مساء الخير، أنا اسمي بنيامين، عندي 34 سنة، عايش في إسرائيل في تل أبيب. أنا مولود في باريس فرنسا، من أم من الجزائر وأب من مصر. أنا كمان أدمين على الفيسبوك من جروب إيجيبشن جوز يهود مصر، في ناس من كل الديانات في مصر، في إسرائيل، في فرنسا، في العالم كله، علشان نتكلم عن تاريخ يهود مصر ونفتكر على طول من اليهود اللي كانوا عايشين في البلد قبل ما سابوا البلد.